فضيلة الشيخ، التشكي إلى الناس من مرض أصيب به الإنسان، هل هذا يخل في شيء من عقيدته؟ إذا كان يذكر المرض للطبيب من أجل أن يلتمس له علاجا فلا بأس، أما إذا كان يذكر المرض من باب الضجر والتشكي هذا يكره، هذا يكره، لأنه شكوى إلى المخلوقين، ولأن فيه دليل على عدم الصبر والاحتساب، فكونه يصبر ويتجلد أحسن من أنه يشتكي. نعم.